خلينا بقى نخش على المرأة، وبإن احنا في منيا جدها النهاردة ما ينفعش ان احنا نتكلم ننسى المرأة. وننسى المرأة، صح؟ المرأة في العصر القبطي والزينة والحلي والفساتين، يعني عايزين نتكلم بقى عن اللبسة. احنا دايما قبل العيد بننزل نشتري لبس العيد. هل المرأة في العصر القبطي كان عندها برضو فكرة انها تعمل ازياء معينة وستايل معين من اللبس، كان ليها شكل مميز؟ بصي انت زي ما احنا كنا بنقول كده ان المصريين بيحبوا العيد والاحتفالات من زمان، فالمرأة هي من قديم الازل، يعني هي تقدس ان هي تبقى تهتم بمظهرها وان هي تطلع بشكل جميل مش ملفت للانظار على قد ما هو يبقى جذاب. بس بقى في العصر القبطي تميزت بحاجه مهمه جدا، ان هي كانت بتتمتع بالبساطه. ليه؟ لان هم يعني خلينا نقول برضك ان الفن القبطي زي ما انت قلتي في المقدمه بدا يتاثر بتعليم الكتاب المقدس، فهو بيتمتع بالرقي لكن في اطار تعليم الكتاب المقدس بالحشمه والوقار. هنلاقي ان في تمثال مثلا بشكل السيده بتقف برداء فيه طيات كسر، اللي هو احنا بنسميه دلوقتي البليسيه، زي الجيب اللي هي بتبقى طويله ديت، هو مليان كسر ومتضفر في النص حزام، نفس فكره ان احنا موضه اصلا على الدرس دلوقتي الحزام اللي بيبقى على النص، وكمان بترتدي الحلقان والقلاده اللي بينزل منها الصليب على الصدر، اهو احنا شايفينه في الصوره معانا. وكمان هنلاقي ان هي مهتمه جدا بتسريح شعرها المجعد اللي هو يعني شبه الكيرلي في الوقت الحالي، يعني احنا حتى الكيرلي ده مش حاجه كده على مود، لا دي هي موروثات من اجدادنا او من زمان جدا. يعني بردك في تمثال تاني لامراه نصفي كده باين قوي ان هي حاطه ميك اب ومسرحه الشعر وبردك الحلقان، فهم كانوا بيهتموا بالملابس. عايز اقول بس ان في العصر القبطي الاقباط كانوا مشهورين جدا بصناعه النسيج، لدرجة أنه أطلق عليه نسيج القباتي، نسبة أن الأقبات هم اللي بيصنعوا وبقى يتصدر لأنحاء العالم كله نسيج القبات، لما يعني بيشتهر به بالدقة في الصنع. وعايزه اقول لك ان ده دلوقتي اللي احنا بنروح له، يعني بنقول للمصري عايزين نتكلم على فكره ان ايه، يعني لما تيجي واحده لابسه فستان طويل مثلا في البليسيه اللي حضرتك بتقولي عليه وشكل الفستان نازل كده في حشمه، نقول الفستان ده رقيق قوي وستايل، يعني دايما بنقول عليه ان هو حاجه كده احنا مش عارفين يعني دي موروثات. أيوة اصلا بالظبط، دي فعلا موروثات واحنا ما كناش نعرف. احنا معانا صوره هنا لمجموعه من الازياء الحياه اليوميه، هو في يعني مشهور جدا حاجه اسمها القميص. القميص ده بيتلبس كده زي ما احنا شايفين بشكل واسع خاصه للنساء وطويل كمان، لو قصير يبقى ممكن اكتر للرجال او للاطفال. الفكره بس انا عايزه اقول ان حظنا مش حلو قوي في المنسوجات الاثريه اللي باقيه لنا لسببين، لان لو كانوا زمان بيدوروا بشكل يعني غير منظم تبع البعثات الاثريه، فكان الناس بتبقى بتقطع او بتبهدل الهدوم بتبحث لصوص يعني عن الكنوز او كده في المقابر. تاني حاجه هي ان الملابس بمنتهى البساطه لما بنسيبها فتره طويله بيجي حشره العته تاكل في الملابس دي، فعشان كده النسيج بيبقى شويه مهلهل اللي موجود. فاحنا على قد ما بنقدر الاثريين بيحافظوا على شكل النسيج ان هو يفضل موجود لاطول فتره ممكن. تمام، يعني المراه شيك في كل العصور.